فنحن عم نفتش على مفقودين ومخفيين قصرا، صرنا عم نفتش على مفقودين وضحايا تفجير المرفأ والتليل، وبالتالي كلنا بهالبلد ضحايا. هو المحل خلينا نجي يلي هو مقابيل مرفأ بيروت، وبسبب تفجيره ووقوع آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى ومعوقين ومفقودين. بعد في ناس أهلهم ما لقون أشلاءهم، راحت ضاعت بين البر والبحر، فهيدا المحل هو عيط لنا، وهيدا المحل المثالي تنحط شجرة المفقود، تضلنا نذكر الناس، كل الناس. نحن أهالي ضحايا المرفأ ما بينسوا، وأهالي مفقودي الحرب ما بينسوا مفقودين. ولا يمكن أنه تبقى هالقضيتين معلقتين بدون حل. نحن على عتبة خمسينية الحرب يلي بعد كم شهر جاي، قررنا نزرع 50 شجرة بلبنان بهالمناسبة.